أجيب الغنائم وانت طولت الغياب لأن ما ظنيت تجيب الغنائم لأن ما ظنيت تجيب الغنائم بإجابة تحسب بذبحي صنايب الغيباتي أجيب الغنائم وانت طولت الغياب لأن ما ظنيت تجيب الغنائم أنا لا يمنت ما عود مشايب ولا لا شايبت ما رحت الدهايب ولا لا شفت الدياب قلت للغنام لا يهمل الغنيمة من كل وزل التجر ناخذ قسايم والمخالف لازم ان ياخذ قسايم طاب لي ذا الوقت طاب لان لا نظلم ولا نرضى ظليمة من كل وزل التجر ناخذ قسايم والمخالف لازم ان ياخذ قسايم طاب لي ذا الليل طاب لان لا نظلم ولا نرضى ظليمة نحمد الله في بلد والخير دايب نتقي الخلاق ونصلي وصايق ما ندور للغياب لن يعرف لا قد الوجه مليمة تراك يا شاعر حسن تدري عن الطلب تراك يا شاعر حسن تدري عن الطلب في علمك وتنقل محايل في جبل صلب شيء ولا حصل لو طعت شوري تاخذ الحكمة من هذا لو طعت شوري تاخذ الحكمة من هذا تراك يا شاعر حسن تدري عن الطلب لعلمك وتنقل محايل في جبل صلب شيء تراك يا ابن محيصد تراك يا ابن محيصد تدري ما هو السبب في علمك انت تدخل في نون الحرب في الضرب قد قلت من قبل لا تغرق الجهال في الحكمة بجهلة وقلت حول البحر لأن البحر مشرب تحوم حول البر لأن البر يلتهب في جو معتدل أجيالنا ما هي كمثل أجيال قبله حول البحر لأن البحر مشرب تحوم حول البحر لأن البحر الأيام يا نصر تفرقنا وتجمعي وتحوم حولنا لك دار واهي من شمال ومن يماني لك دار واهي من شمال ومن يماني بالله يا نصر على مالك توقعي من يوم يا نصر تفرقنا وتجمعي وتحوم حولنا لك دار واهي من شمال ومن يماني لك دار واهي من شمال ومن يماني بالله إيران تدعم بصاروخ ومدفعي لا تنهد يهجم بعكس اللي يدافعي والحرب حرب احتم المروه في دلوب الناس بانية إيران تدعم بصاروخ ومدفعي لا تنهد يهجم بعكس اللي يدافعي في جدالي
ابني المبنى وتهدم خلي عالي خلي ما وجهت صوب رحت ابي في وجهة ما هي جهاتي صرت احاول في جدالي ابني المبنى وتهدم خلي عالي خلي ما وجهت صوب رحت ابي في وجهة ما هي جهاتي ليش يا نصرت احاول في جدالي ابني المبنى وتهدم كل عال كل ما وجهت صوب رحت ابي في وجهة ما هي جهات والله انك يا عريب الجد غالي واعتبر يوما براق المخالي لاح في كل النصوب لا تقرب من عواصم وجهاتي كل ما